طيب بمناسبه بقى الحرب الاعلاميه اللي كنا بنتكلم عليها واستهداف مصر، جريده اليوم السابع قالت في خبر نشرته على موقعها ان اجهزه الدوله والوزارات المعنيه بدات التحرك فعليا لمواجهه الاخبار المضلله والشائعات وجميع اشكال التحريض على العنف واراقه الدماء واستهداف المؤسسات العامه ومصالحها ومصالح المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه فيسبوك وتويتر. يا بالظبط، بالذات كمان تويتر دايما يعني. طيب قالت بقى، يعني عايزين نقول كمان ان جريده اليوم السابع قالت ان هي حصلت على معلومات بتؤكد ان اجهزه الدولة المعنية برصد ومواجهة الأنشطة العدائية في سبيلها فعليا لاتخاذ خطوات فعالة وحاسمة لحماية المصريين من كل الأشكال الحديثة دي من حروب المعلومات وتفتيت المجتمعات وضرب المؤسسات الاقتصادية تحت إغطاء التواصل الاجتماعي وحرية الرأي والتعبير. يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن دور المواطنين والشعب المصري في الرد على الشائعات وكيفية التعامل مع الموضوع، ولكن خلونا نعرف الدولة ممكن تعمل إيه في الإطار ده من المهندس محمد سعيد مستشار تكنولوجيا المعلومات. يا باشمهندس صباح الورد. صباح الخير استاذ احمد. صباح الفل على حضرتك. يمكن اتعرفنا لو ما هو عدنا نتكلم ان الشعب المصري عرف يرد بنديه قويه جدا على كل الاشاعات والمهاترات اللي على السوشيال ميديا، ولكن خبر اليوم السابع بيقول ان الدوله كمان تحركت للرد على ده، ممكن الدوله تعمل ايه يا باشمهندس؟ في الحقيقه طبعا الخطر كبير والدوله هي عليها المسؤوليه الاكبر. يعني اولا لابد يكون في جهاز مسؤوليته الاساسيه هي مراجعه جوده المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي. جوده المعلومه مهمه جدا لانها بتاثر على المواطن وبتاثر على المسؤول المستهدف بالمحتوى المضلل ده وبتاثر كمان على المؤسسه، فلابد يبقى في جهاز هو مسؤوليته الأساسية هي مراجعة المحتوى ده بشكل عام. كمان الدولة عليها دور مهم في إن هي تنشر الوعي، الوعي في طرق التحقق من صحة المعلومة، لأن في طرق محددة يعني تقدر بيها تتحقق من صحة المعلومة دي، سواء بالبحث في الصور أو البحث عن مصادر للمعلومة، لأن الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي متجددة، يعني بتظهر النهاردة وبعد فترة بترجع تظهر تاني، فلابد من التوعية بطرق التأكد من المعلومة دي. أيضا الأهم، يعني الأهم على الجهات المسؤولة هو دايما الإمداد بالمعلومات الصحيحة والدقيقة، لان ترك مساحه فاضيه امام الشائعه او المحتوى المضلل ايا كان تصنيفه بيديله فرصه انه ينتشر، فالمعلومه الصحيحه والدقيقه هي السبيل الاساسي نمره واحد. ولابد نبقى متاكدين ان محاوله اللجوء لوسائل تقنيه للمنع ده يعني قديم وغير مجدي، فاعتقد ان التوعيه هي اكثر شيء ممكن. شوف يا باشمهندس ان سرعه الرد على الاشاعه او على تصحيح المعلومه بيفرق كتير، انا اعتقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء عامل ده بشكل جيد، ولكن اعتقد سرعه الرد اعتقد بتفرق جدا في النهي الاشاعه مره واحده. يعني الحقيقه الرد وحتى استباق الشائعه دايما الافصاح عن معلومات صحيحه ودقيقه هيقتلها في مهدها وقبل ما تظهر اساسا. وزي ما قلت لحضرتك كمان الاعلاميين لابد يكونوا مستهدفين ببرامج توعيه وبرامج تاهيليه للتعامل مع المعلومه اللي على وسائل التواصل الاجتماعي، لان وسائل التواصل الاجتماعي دلوقتي بقت واصله لكل متلقي اسرع بكثير من اي وسائل اعلام ثانيه، لانها بقت في ايده طول الوقت وهو ماشي 24 ساعه، مش زي التلفزيون مش زي الصحيفه. فبالتالي الاعلامي لابد يكون في دورات تاهيليه وتوعيه يقوم بها جهاز مسؤول لتاهيل الاعلاميين للتعامل مع هذا النوع من الاعلام الجديد. المهندس محمد سعيد، يعني سؤال اخير قبل، يعني حضرتك دلوقتي ذكرت طبعا احنا كل واحد فينا من موقعه بيقوم بالدور اللي مطلوب منه، ومش بس مش احنا مش هنستنى يطلب مننا ان احنا ندافع عن الوطن، واحنا طبعا مهمتنا كلنا ان احنا نتكاتف لنشر الوعي عند المواطن. ايه النصيحه اللي حضرتك تقولها كمان مع للمواطن يستقبل الاخبار ازاي؟ يعني ازاي ما يمشيش يعمل ايه؟ يعني علشان برضو ما ينجرفش وراء شائعه او خبر مش مظبوط.
يعني بما اننا كلنا وسائل لنشر هذه المعلومات بشكل فيروسي، فيعني النصيحه الاساسيه ان الواحد يعمل ضميره قبل ما يساهم بضغط زر واحده بان المعلومه ايا كانت صحيحه او خاطئه تنتشر في خلال ثواني معدوده لعشرات ومئات والاف، خاصه ان دلوقتي ما بقتش واحد بينقلها لواحد، لا ده واحد بينقلها لجروب والجروب دي كل واحد فيها بينقلها لجروب، فلابد الضمير في نشر الشائعه والتاكد من صحتها قبل ما يتشيرها دي مهمه جدا، حفاظا على كل حاجه، حفاظا على مصداقيتك وحفاظا على وطنك وحفاظا على ضميرك. صحيح، شكرا جزيلا المهندس محمد سعيد مستشار تكنولوجيا المعلومات، وصباح الورد عليك.